أن غدا تنطلق هذه القمة في العاصمة السعودية الرياض، قمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة آسيان بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي. إن شاء الله نتعرف أكثر على أهمية وأهداف هذه القمة. ينضم إلينا في الاستوديو دكتور رياض الفرس، أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت. دكتور رياض، صبحك الله بالخير وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. صبحك الله بالخير ومشكورين على الاستضافة. يا هلا فيك. بداية دكتور، يعني قبل أن ندخل على موضوع القمة، يعني القمة هي الأولى من نوعها، ولكن ودنا نعرف هل كان هناك مثلا في تعاون سابق في ما بينه وبين دول في آسيان بالتحديد العشرة اللي موجودين فيها في يعني نقول احنا السنوات اللي طافت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء طبعا من ناحية تاريخية، الآسيان تأسست 1967 ومجلس التعاون 1981. اول لقاء فعلي كان بين المجموعتين كان 1990 على هامش الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة. بعدها تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية، وأول اجتماع وزاري عقد كان في 2009 في المنامة، و2010 عقد لقاء ثاني في سنغافورة. ومن هذا الاجتماع الثاني شوي تبلورت الصورة، خلينا نقول لطبيعة التعاون. تم تشكيل 6 فرق عمل في مجالات مختلفة، اقتصادية، ثقافية، بالتعليم، من ناحية السياسية كذلك. بعدها اجتماع كان في 2013، واعتقد استمرت الاجتماعات بعد ذلك. فهذا يعني من ناحيه تاريخيه بين، انا طبعا قام احضر للقاء توقعت ان هناك لقاءات قمه سابقه، فتفاجات ان هذه القمه الاولى بين الطرفين، على الرغم من ان دول الخليج بشكل عام كنا نتكلم بعدين علاقات الاقتصاديه اكثر نحو اسيا من مثلا اوروبا وامريكا. فاعتقد بالوقت المناسب جاءت هذه القمه. طيب اهدافها اذا كنا بنتكلم عنها دكتور، يعني اهداف المرصوده، النتائج المتوقعه من هذه القمه بما انها الاولى من نوعها، فما هي الخطط المرجو تحقيقها على ارض الواقع؟ نعم طبعا كبدايه، يعني اي قمه اولى تكون عاده هي تكون خلينا نقول تضع الارضيه لطبيعه العلاقه الاستراتيجيه بين الطرف الاساس، خاصه انها هنا ما كان في قبلها. فاعتقد بالقمم الاولى عاده يتم الاتفاق على الخطوط العريضه على التعاون، مجالات التعاون، وضع بعض الاحيان برنامج زمني للتعاون، وضع حتى سمعنا بالتقرير برنامج 2024 الى 2028. عاده هي صاحب توقيع مذكرات تفاهم بين الطرفين، توقيع اتفاقيات إطارية تهيئ المناخ للفترة المقبلة. طبعا المجالات متعددة ومتشعبة. ان شاء الله. دكتور، شلون ترتبط هذه القمة بالمشهد نقول السياسي الأوسع في المنطقة حاليا؟ طبعا القمة تعقد في ظروف اعتقد سياسية صعبة تمر فيها منطقة الشرق الأوسط، كذلك ترى منطقة جنوب شرق آسيا من حين ما نسمع عنها كثير، بس كذلك في توترات كثيرة في المنطقة هناك، خاصة ما يتعلق في كوريا الشمالية على سبيل المثال، الصين ومحاولة فرض هيمنتها على بحر الصين الجنوبي. فالمنطقتين اعتقد فيهم نوع من نقدر نقول شوي توترات سياسية، لكن اعتقد من خلال هذه القمة توحيد الرؤى، واعتقد دول الخليج تحتاج دعم سياسي من دول شرق آسيا في قضايا، طبعا القضايا العربية والقضايا الخليجية، وكذلك اعتقد الدول شرق آسيا تحتاج. إذن هي مصالح متبادلة، مصالح متبادلة، ولو ما كان في مصالح متبادلة اقتصادية سياسية اكيد متشعبة هي. طيب إذا تكلمنا عن الكويت بشكل خاص فيما يخص هذه القمة وتعزيز شراكتها مع دول آسيان، أهمية المشاركة في مثل هذه القمة كيف سيعود بالفائدة علينا احنا من الكويت؟ طبعا الكويت يمكن نتكلم عن دول الخليج، بس الكويت أعتقد من أكثر دول الخليج توجها نحو آسيا. الكويت علاقاتها التجارية، تسويق النفط الكويتي، منتجات النفط الكويتية، البتروكيماويات معظمها قاعدة تروح إلى أسواق الآسيوية. كذلك الكويت عندها استثمارات ضخمة في جنوب شرق آسيا بشكل عام. لكن كان في قرار سابق من المجلس الأعلى للمجلس التعاون بمنع خلينا نقول أي دولة خليجية من توقيع اتفاقيات ثنائية على مستوى المناطق التجارة الحرة مع أي دولة أخرى إلا يكون من خلال بشكل جماعي. فهذا شوي أخر الموضوع. فأعتقد اليوم يمكن المجلس التعاون وقع اتفاقية واحدة مع سنغافورة فيما يتعلق في منطقة التجارة الحرة. أعتقد هذه فرصة اليوم للكويت إنها تحصل على وتوقع اتفاقيات
من طبعا جماعية مع هذه الدول للاستفادة. طبعا اتفاقيات لما نتكلم عنها مثلا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار هي ضرورية بالنسبة لنا، احنا عندنا استثمارات كثيرة، مثلا اتفاقية في مجال التجارة الحرة تساعدنا في إدخال منتجاتنا النفطية والبتروكيماوية بتكلفة أقل، في تجارة الخدمات كذلك فتح مؤسسات أفرع مؤسسات مالية كويتية في دول هذه، أو حتى استضافة بعض البنوك والمؤسسات المالية من الدول الأخرى، تشجيع التعاون الفني بين الطرفين، استفادة من التكنولوجيا. بعض الدول هذه حققت أعتقد أن نقلات نوعية في مجال التكنولوجيا الحديثة، فنقدر نستفيد منها. فأعتقد الكل راح يستفيد، والكويت أعتقد بشكل خاص استفادتها راح تكون أكبر. دكتور رياض، نتكلم عن هذا التعاون بين دول الخليج وأيضا دول جنوب شرق آسيا آسيان، نتكلم عنها اقتصاديا وأيضا أمنيا، شنو هو تأثيره على الصعيد العالمي في حال تمت هذه تم هذا التوافق وتم هذا التعاون؟ بالتأكيد اليوم احنا الكل يبحث عن الاستقرار في العالم، واللي صاير قلنا طبعا عشان نرجع بالتاريخ، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بسنة 1992 بنا بالسابق كان عندنا العالم، عالم شرق الغرب، شرق والغرب، واحنا دول العالم الثالث اللي احنا بالنص. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي شكل المشهد العالمي تغير سياسيا واقتصاديا، برزت عندنا مجموعة من دول أوروبا، دول في اللقاء السابق تكلمنا عن دول بريكس على سبيل المثال، دول الآسيان مجلس التعاون، فصارت عندنا تكتلات واحد وتحالفات، وكل تكتل من هالتكتلات بدأ يدخل في مباحثات لتحقيق اتفاقيات مشتركة مع هذه التحالفات الأخرى. فاليوم احنا نعتقد دول مجلس التعاون كذلك يمكن صار لهم كم سنة حين توقفوا عن موضوع توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع مناطق أخرى، أعتقد هذه الفرصة لهم اليوم أنهم يعيدون النظر في موضوع التعاون مع الدول الأخرى، وهذا أعتقد راح يشجع ويزيد من الاستقرار، خاصة دول الآسيان. كنت قاعد أقرأ شنو المبادئ الأساسية لإنشاء الآسيان، تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فهذا من الشغلات المهمة. مهمة في جميع الأطراف يعني. أكيد إيه، فهم بالنسبة لهم يرغبون ويعملون على موضوع تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق السلام، يعني من مبادئهم الأساسية أعتقد. طب إذا إحنا بنتكلم كدول نفطية، شلون نقدر إن إحنا نقول إن راح يكون في هناك مناقشات متعلقة في أمن الطاقة واستدامتها، خصوصاً إحنا نتكلم عن عالم يتحدث كثيراً عن الطاقة النظيفة واستبدالها بالطاقة البديلة، فشلون راح يكون في هناك تعاون بين الطرفين واستفادة دول مجلس التعاون؟ الآسيان نقدر نقسمه قسمين، مجموعة من الدول نفطية مثل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، فهذه دول نفطية، ففي مجال تعاون بيننا وبينهم للتنسيق في موضوع الأسواق والأسعار وهذا، يعني تحقيق الاستقرار. والدول الأخرى السبعة هي غير منتجة من النفط، وهي بحاجة إلى كميات كبيرة من النفط، والنفط الخليجي يعتقد مصدر مهم بالنسبة لهم لتشغيل المصانع عندهم، وخاصة دول صناعية تحولت، هي مثلا نتكلم عن فيتنام اليوم دول صناعية، تايلاند، الفلبين، اندونيسيا، كل هذه دول صناعيه، فتحتاج الى كميات كبيره من الطاقه، وهذه فرصه بالنسبه لنا في دول مجلس التعاون. كذلك الطاقه اليوم مو بس غاز ونفط، اليوم نتكلم عن الطاقه النظيفه، الطاقه المتجدده، كذلك الدول الاسيويه قطعت شوط كبير في تبني طاقه مثل طاقه الرياح، الطاقه الشمسيه، واعتقدها احنا في دول مجلس التعاون محتاجين لها. اليوم دول مجلس التعاون استثماراتها مو بس في القطاع النفطي، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عندهم استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة دولتين الإمارات والسعودية تعهدت في الاجتماع الأخير لقمة المناخ بخفض انبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني بـ 2050. فأعتقد الدولة خاصة المملكة العربية السعودية كونها من أكبر دول العالم إنتاج النفط، أعتقد هي بحاجة إلى التكنولوجيا الموجودة عند هذه الدول في تحقيق هدفها في تحقيق الحياد الكربوني. طيب في سياق التعاون الاقتصادي دكتور رياض، شنو هي الفرص أو التحديات اللي التجارية والاستثمارية اللي نقول إحنا يمكن أن تنشأ بعد هذه القمة؟ نقدر نقسمها إلى قسمين، القسم الأول يتعلق في العلاقات التجارية، التجارية نتكلم عن تصدير واستيراد، الكل راح يستفيد، عندنا احنا قاعد نستورد كميات من السلع من هذه الدول تدخل لدول الخليج، قاعد ناخذ منهم تعرف الجمركية 5%،
ونفس الشيء بالنسبة للصادر. في المقابل إحنا قاعدين نصدر. نصدر لهم. فلما توقع أنت اتفاقية التجارة على سبيل المثال راح تكون السلع معفية من الجانبين. فتدخل السلع في الأسواق عندنا بدون أي تعريفات جمركية وسلعنا تدخل إلى هذه الأسواق، فهذا يعني تفرض استفادة للطرفين. كذلك موضوع الاستثمار ممكن نتكلم قبل شوي، دول الخليج متميز تميز منها دول مصدرة لرأس المال، عندها استثمارات ضخمة، صناديق السيادية الخليجية استثماراتها يمكن الكويت بروح 800 مليار، الإمارات عندها كذا صندوق، السعودية، قطر يمكن تقريبا 3 تريليون دولار قيمة الصناديق هذه، فهذه قد يكون هناك فرصة لتوجيهها لهذه الأسواق. ودائما أنا أقول ميزة الدول الآسيوية أنها ما عندها أي أجندة سياسية، بمعنى لما تدخل معهم مفاوضات دائما تركيزهم على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب السياسي. مثل على سبيل المثال الدول المستعونة 1986 بدأت بمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة، لليوم ما توقعت اتفاقية. أحد الأسباب أن تم تسييس هذه الاتفاقية، تم إدخال مواضيع ديمقراطية وحقوق الإنسان وبعض الأمور الأخرى اللي عرقلت من توقيع الاتفاقية. فأعتقد في هذه الحالة بالنسبة لدول آسيان ما عندهم هذا، لا ما عندهم، عندهم هذه عمل ما عندهم الأجندة هذه السياسية بحتة يعني. نعم، حتى تكلمنا لقاء سابق كنا عن الصين نفس الشيء، دول آسيوية بشكل عام سياستها عدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. نعم. يكون فقط التعاون فني وتجاري واقتصادي طبعا. اوكي، اذا بهذه الطريقه اذا شلون ممكن يكون لهذه القمه مع رابطه اسيان شلون يكون لها تاثير علينا احنا بالشرق الاوسط وبجنوب اسيا، وطبعا اكيد خارج ايضا جنوب اسيا، وتاثيرها على العالم بشكل عام. ومثل ما قلنا قبل شوي المنطقتين كل واحده لها مميزات معينه. احنا بالنسبه لنا طبعا كشغلتين نتكلم عنهم اليوم، العالم اليوم يتكلم عن امن طاقه وامن غذائي. احنا بالنسبه لنا ما عندنا مشكله بالامن الطاقه موجود، لكن عندنا مشكله بالامن الغذائي. الدول الاسيويه هذه معظمها دول مصدره للمواد الغذائيه. صحيح. الاساسيه، فبالتالي نقدر نحقق هذا التوازن بين الطرفين. مجموعه الدول هذه كان عدد سكانها يتجاوز 670 مليون نسمه، فبحاجة إلى 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 طاقة، كذلك نقدر إحنا نستفيد من الأيدي العاملة الرخيصة الموجودة في هذه الدول، وخاصة أعمال الماهرة. يمكن إحنا عندنا أعمال في البنية على سبيل المثال اللي في البنية. فعلًا هم يملكون دول آسيان، يمكن يملكون هذه الأيادي العاملة الرخيصة نظيفة ورخيصة وأيضًا فيها إتقان والمتميزة. نعم. 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 طيب دكتور، خلينا نتكلم عن يعني من وجهة نظرك أو رؤيتك، نقول إحنا النتائج المحتملة لهذه القمة على المدى البعيد، استقرار إقليمي، استقرار نقول في التنمية والاقتصاد، ديناميكيات سياسية احنا ما نبي ندخلها لان كونهم هم كدول آسيان ما يعني ما يتدخلون في شؤون الدول الأخرى، بس من وجهة نظرك مستقبلا شلون تشوف ما بعد هذه القمة خاصة على المنطقتين، منطقة دول الخليج وأيضا منطقة جنوب آسيا؟ أعتقد بالبداية قلت أنا التعاون بين الطرفين دون الطموح، حتى هذا يمكن بعض المحللين ذكروا هذا الكلام، دون الطموح، دون الطموح على المستوى الاستراتيجي ومستوى يعني تنسيق. طبعا وفي علاقات تجارية بين الشركات وبين الدول، بس على مستوى استراتيجي ما كان في هذا. فأعتقد هذه القمة مثل ما قلت تضع النقاط على الحروف، خاصة إذا ما تم توقيع البرنامج التعاون اللي هو 2024-2028. ميزة طبعا هو محدد فترة زمنية، برنامج زمني في مجالات محددة. أنا بس ممكن أشوف من ناحية اقتصادية على سبيل المثال. نعم. إحنا كدول الخليج لو أنا كنت مفاوض خليجي شنو راح أسعى له؟ أسعى مثلا إلى توقيع اتفاق فيما يتعلق في إنشاء منطقة تجارة حرة، بحيث أن أضمن أسواق منفتحة لمنتجاتي في هذه الدول. أسعى لتوقيع اتفاقية لحماية وتشجيع استثماراتي اللي موجودة في هذه الدول، اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، كذلك أنا عندي استثمارات هناك والدول عندها ضرائب، فبالتالي أحمي استثماراتي. التعاون في مجال الطاقة والتنسيق بين الطرفين، الطاقة التقليدية النفط وغاز والطاقة المتجددة، موضوع الاستفادة من الأيدي العاملة، اتفاقيات عمالية بين هذه الدول لتجنب خلينا نقول المشاكل اللي تصير بين فترة وفترة فيما يتعلق في العمالة. موضوع التعليم، ناخذ بس سنغافورة على سبيل المثال، يمكن الدول الأولى في العالم في موضوع التعليم، ليش ما نستفيد من تجربة سنغافورة في مجال التعليم؟
اليوم العالم قاعد يتكلم عن الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، جامعات سنغافوره جامعات الرائده في 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 هذا في هذا المجال، طبعا اضافه الى الى الدول الاخرى. فهناك مجالات متعدده، كنا نتكلم جانب اقتصادي بس اكيد في مجال ثقافي، في في مجال سياسي، مجالات متعدده اعتقد. كلمه اخيره دكتور، نقدر نقول متوقعاتنا للقمه المعقده قيدا باذن الله في الرياض؟ ونتوقع احنا انا بانتظار البيان الختامي، ومن خلاله راح نشوف ما هي الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها. طبعا احنا قلنا ان توقعاتنا تكون مذكرات تفاهم، بس اذا تم توقيع اتفاقيات فعليه اعتقد هذا راح يكون انجاز، لان عاده قلنا بالقمم الاولى يكون هناك مذكرات تفاهم واتفاقات اطاريه مباحثات يعني اكثر. بس اتمنى ان شاء الله اعتقد راح تكون نقله نوعيه اذا تم توقيع الاتفاقيات هذه، وخاصه انها تكون اتفاقيات جماعيه، يعني بحيث ان القوة التفاوضية راح تكون قوية دول مش ساوند، غير لما تكون انت كدولة واحدة تروح تتفاوض مع مجموعة دول. نعم. غير لما تكون مجموعتين دول، اعتقد هناك يعني توازن، راح يكون في توازن في توافق حتى في يعني نتكلم اقتصاديا وحتى سياسيا. نعم، خاصة ناخذ باعتبار التنوع بين دول الخليج نفسها يعني، وهناك كذلك الدول الآسيوية. نعم. دكتور رياض الفرستاد الاقتصاد بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك على وجودك ويانا. شكرا لكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل ونكمل معكم باقي فقرات العالم هذا الصباح، خليكم معنا.